امريكا بتاعت شنو يا زلمه؟ امريكا دي كان زمان يا زلمه، امريكا انتهت زمان وانتهت وبتاع. انت كنغوليا وامك الولد اللي انت عارف كلامي ده صح؟ والله ده بنزل لك في تليفونك صح؟ اول حاجه اي طول واقف مع الجنجويد بنبله، لازم تسمع الكلام، الكلام ده يوصل لكم جوا اضنينكم يا كونغولين. اي طول اتصور تعلينا نحن الجيش ده ما موجود، قول والله يا اخي في طياره ضربتنا، نحن والله بنحتوي ونتعامل مع سفيركم ونرجيكم بلدكم محل جيتو. ما دير انكم في الخرطوم، ما دارين اي زول ما سوداني في الخرطوم، اي زول ما سوداني قاعد في الخرطوم تتحمل مسؤوليتك. من يوم السفارات شاربوا وقوم مرقوا انت تتحمل مسؤوليتك، ما عندنا لك اي حاجه. واي زول لقيتوه مع الجنجويد سوداني الماني بريطاني مظلل يتردم بالقوات المميته عشان اطفال قال هي هي هي. احنا يا ما في 5 مليون طفل في دارفور بكوا بدموم، امريكا سورت لهم شو؟ الزول اللي بيتغطى بيتو امريكا عريان، الزول اللي بيتغطى بيتو بالغرب عريان، عرفت كلامي؟ حقه مارقين طوال، لا كنغولي لا برتغالي لا انا امركم من بلدنا ما دايرينكم. نمشي قدام يا يا زول واقف مع قدام السرير باللبس. طيب يتبلوا بس يا زول. طيب واحد قال لي ما في معسكر لاجئين جوار المدينة الرياضية، صحيح؟ طلص طلص تعال ما لقيته غير قتله خالي. خالي زول مسكين، زول كبير في العمر، ما لقيته غير تقتلوه وتمشي جوا بيته في المسالمة. اسمها المسالمة يا اخي، اسمها المسالمة يعني حي مسالم. اقسم بالله تهربنا معاكم كعب، مش حمايتين جايبكم خليها تبقى حرب قبلية، السودان تولع كلها، الرزيقات ما يحيى واحد فيكم، والله ما يحيى واحد فيكم. انا ما حصل اجي البلد 4 5 شهور انا بنزل البلد، لو لقيت طريقة بكرة بنزل البلد، لكن ما اشوف واحد فيكم. الدعامة خلصتوا منهم يا جيش البرهان ولا الجيش التعبان انتوا؟ تمام، ما خلصتوا منهم تعبانين؟ خلوا احنا مواطنين بناخذ حقنا، احنا بناخذ حقنا اكثر منكم يا خيبانين. شايف ده؟ شايف قال شنو؟ نكرر الكلام ده ثاني. دعامة ما لقيته غير تقتلوا خالي؟ خالي زول مسكين، زول كبير في العمر، ما لقيته غير تقتلوه وتمشي جوا بيته في المسالمة. اسمها المسالمة يا اخي، اسمها المسالمة يعني حي مسالم. اقسم بالله تهربنا معاكم كعب، مش حمايتين جايبكم خليها تبقى حرب قبلية، السودان تولع كلها، الرزيقات ما يحيى واحد فيكم، والله ما يحيى واحد فيكم. انا ما حصل اجي البلد 4 5 شهور انا بنزل البلد، لو لقيت طريقة بكرة بنزل البلد، لكن ما اشوف واحد فيكم. الدعامة خلصتوا منهم يا جيش البرهان ولا جيش؟ طيب غضب الهي انا، هم طبعا غلطوا 4 غلطات الجنجويد. حميتي ده مجرد ما فات مروي وبرهان قال له كما كنت كما كنت، المفروض طوال يتراجع يشيل قروشه يقول لهم يا جماعه انا سرحتكم وامشي بيد امهاتكم، انا يا اخوي الشغله دي ما بتقف، ولا داير اخش في حرب، ولا داير احارب الجيش، ولا داير احارب الدوله. يشيل المليارات حقه ده يطبقها كده يخطها في العربات كويس. كان قال امل كان باك رجع وشاله طوالي بفوت بفوت طوالي، والله يمشي افريقيا الوسطى اي دوله بقبلوا ما عنده مليارات دولارات كمان صح، بنمي الدوله الفات فيها وبعمل شركات بيكون رجل امان بتخرج ما يخش كان في حرب، لكن خش في حرب. لو خش في حرب بينه وبين الجيش، اسمع الكلام ده كويس، المواطنين بالتحديد الشماليين، انا احنا من يوم الواحد نحن ضده، لكن انا داير اتكلم لك عن الشماليين. الشماليين لو كان في حرب بين الجيش وحميتي بس بقول لك يعني احنا الجيش ده عندنا ما هو مشكله يا زلمه، عندنا ما هو حسابات، ما كان بيشتغلوا بيه. لكن الغلطه الاولى تلبتوا في بيوتهم، والغلطه الثانيه شلتوا دحب النسوان، والغلطه الثالثه كسرتوا دكاكينه، والغلطه الرابعه اختصبتوا نسائهم والفتيات. يعني
أنا إحنا دايرين نوريكم حاجة، أنتوا دي أكبر أربع غلطات حتى جزء من الشعب السوداني شرقه وغربه وجنوبه وشماله والشماليين بوجه الخصوص، كويس؟ ورغم خلافاتنا جزء مع الناس خلافاتنا معهم تمام؟ فكانوا أصلاً عندهم مشكلة مع الجيش. لكن الأربع نقاط ديل تاني ما بغفروا لكم. نهاية دي خلطة أمور. يجب على السودانيين، اسمها الرسالة من دعب دي، يجب على السودانيين من قبائلكم المنحدرة منها الجنجويل، ركز، لا أنت ما فاهمني، يجب على السودانيين القبائلكم المنحدرة منها الجنجويل تقولوا كلمة حق، زي ما نحن قلنا كلمة حق في بني جلدتنا، وقلنا كلمة حق في الحركات المسلحة الدارفورية اللي بتمثلنا عشان بعتنا جينا قلنا فيها كلمة حق. أبقوا زينا نحن، أبقوا شرفاء، عشان على الاقل ما في شمال يقدر ينط في ظهركم تقولوا ايوه ديل احلنا وبني جلدتنا ويرتكبوا منكم ارتكبوا فيكم جرائم فظيعه ونحن والله نعتذر نيابه عنه، كويس؟ ونشيل السلاح ونطلعهم من بيوتكم حتى ما بعدك يغفروا لكم. والله جد انا بوصيك والله العظيم كلام ده، انا بعد اموت وبعد يحصل لك اللي يحصل لك تقول والله كلام احمد ده رغم انه ضدنا، لا هو ضدنا يوميا لكن كلامه صحيح. والله قسما بالله الحق نفسك، الحق نفسك الليله قبال بكره، اربع جريمه ارتكبت في الشمالين خلاص انت انتهيت. شوف الشمالين ده عشان انا اوريك، انا ما سوداني، اسمع الكلام ده كويس وانا عارفكم قاعدين في اللايف، اسمع انا مش سوداني والشمالين مش سودانيين، انا اوريك انه نحن لما نخش في بيوت الشمالين بيخطونا في الديوان، ولو الديوان الباب جاي والديوان على الباب بندق الرسالة بنخلي النسوان يمروا، ما بنعين للنسوان، ده نقطة مهمة لازم تفهمها، لازم تعرف ثقافة البلد. ولو انت جيت بس توشك 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 قدرت تخش البلد، بالذات الناس الجزيرة من الجزيرة والقرى بتاع الجزيرة والضواحي بتاع الجزيرة وانت ماشي للقضارف والضواحي بتاع القضارف وماشي اتجاه تنبول وما اتجاه كده ليه اتجاه الشوك وكده وكده والمناطق دي، ما انت لو زول احبل جيت بيوت الناس دي بالتحديد جاي خاشي كده زي الغنمايه ويقول لك هذول هي هذول هي هذول ابقى جاي ماشي على الحروم مالك هذول ابقى جاي ما شايف الديوان عاد اعمى انت هذول ها اعمى انت اميال ابقى جاي على الرجال دول مالك مال الحروم انت تلاقي جوا ده لو انت بس كده بطرطش جيت خاشي في بيتهم خلي تمشي تخش وتشيل الدحب وتاكل الاكل وترقد في سرايرهم وتغتصب نسائهم، والله يا جماعه دي خلاص دي نهايه الجنجويد، انا بوصيك. ده لو شوف انا بوريك الشمالي دينهم دين حجر انت ما بتعرفهم. شوف الناس دي لو انت لو عندهم بنيتهم بس قالوا عملت واحد اثنين ثلاثه بدوها طلقه. ما الكلام ده كويس انا بوصيك، والله جد انا سوداني بوريك. الناس ديل شوف لو انت جيت اتونست بس لقوك جوا كده مع بناتهم اتونست ساكت انت ممكن تموت ممكن يقتلوك، خلي تجي ترقد في سرايرهم وتتبطح وتتصور يا اله الا الله. الحق نفسك والله انا بوصيك الحق نفسك والله يا اخي والله. والشمالين ديل ما بقاتلوا القتال ما بالضروري انه الزول ينزل هو شخصيا، القتال ده عنده برامج كثيره جدا، بيقاتلوا بقروشهم بيقاتلوا بالطيران بيقاتلوا بيقاطوك اجتماعيا في السوق في الشغل، يعني في كمية والله تكره يومك، يعني حتى الفرنسيين لو داريت تعاملوا معانا تعامل بتاعت وساخة وعفانة أكيد هنخلي البلد ده نفوت طبعا صح؟ بدون ما يضربونا ذا. فأنتوا وطاتكم أصبحت عندكم مشكلة في دارفور يا جنجويل، عندكم مشكلة في كردفان، عندكم مشكلة في شرق السودان، الآن الناس الوحيدين اللي كنت بحضنوكم بقول لكم معي كيف حالكم إن شاء الله كويسين، برضو وريتهم بأن أنتم ناس أولاد كلب وناس أولاد حرام وما عندكم دين وما عندكم أخلاق وثبتوا لنا قضيتنا، ونفس تصرفكم الهمجي اللي عملتوه هناك جيت عملتوه طبقتوه فيه، فلنفترض أنه ديلك بني جلدتكم برضو طلعتوا فيه بني جلدتكم، بالله أنتم عندكم أدب ولا عندكم احترام ولا عندكم دين؟ اكلتوها يا فارات انتهيتوا خلاص. لكن برضو بوصيكم
القبائل المنحدرة منها الجنجويد الحقوا نفسكم وقوا اعتذروا اعتذار كامل لإقليم دارفور واعتذروا للشماليين وعرفوا سلاحكم وطردوا الناس ديل قلوا القجر ديل نحن ما مننا نحن وهم صح من بني جلدتنا وجوا من دول الجوار وطلوهم عشان على الأقل تقدروا تعيشوا مع الناس. والله أنا بوصيك وحتتذكر كلامي ده لأنه أنا بكرة بعد بكرة بموت. نمشي قدام شوية وصية دي ما بتلقى أنت أنت ما أنت ما أنت ما مسكين أنت ما أحبل أنت ما غبي أنت ما بتفهم أيها